حلت مشكلتك ويا باسم خشان؟ يعني صار خلاف بينك وبين السيد باسم خشان؟ حقيقة أنا ما الرجل ما ملتقي به ولا يعني وجه لوجه ما ملتقي به ولا حتى بينه وبينه ولا حتى بينه وبينه كلمة. باسم خشان من خلال يمكن قناة الرابعة تحدث عن أنه وعي هي دفعة التيار الصدري أنه يروح يطوق مجلس القضاء. شو هالكلام؟ التيار الصدري الدفعة وعي. أنا ما عندي اتصال ويا سيد مقتدى أو حتى ويا بعض القيادات القريبة من الصف الأول، هم ما عندي اتصال، مجرد يجوا السلام وكلام، ماكو عندي فد شي وياهم حتى نروح ندفعهم. ثانيا إحنا الدعوة رفعناها من التيار الصدري، كان موجود في الحكومة، يعني التيار الصدري كان في البرلمان، إحنا رفعنا بالشهر الخامس، التيار الصدري استقال في الشهر السادس. فشنو دفعوا التيار الصدري وهم يعني بين قوسين عربنا والتيار الصدري؟ شنو هالكلام؟ اي حقيقه دا اقول لك يعني. فالرجل كان في لحظه يشير كانه محاوله لتصفيه حركه وعي وصلاح العرباه والشباب، محاوله لدفع الاطار انه يابا ترى ذولا غرماكم، التيار الصدري ما يمشي بكيفه بس ذولا يدفعون. هذه اللي فهم من عندها، ولذلك صار في حينها حتى لقاء يمكن جمعنا على قناة دجلة أو ما أعرف أنه كان هو موجود الضيف الآخر. بعدين قلت له أخي أنت من الصير وياك مشكلة تروح للعشيرة مالتك، أنت ما تروح للقانون، أنت عضو مجلس نواب. فما عنده يا مشكلة شخصية ولا عنده يا مثلا موقف سابق حتى أقول باسم خشان مثلا دا يستهدفني. هو استهدف الحالة وإحنا رجعنا في وقتها على الاستهداف مالته وانتهى في وقتها.